رحنا معدبن محنن كرفن انا معدول ترخرج عاف النيكا ترخرج عاف النيكا. مشينا عند العمده مشينا فاطمه بالحسين مشينا عند العمده. هاد الناس هادو مالهم معانا؟ رحنا شعب واحد امه وحده. رحنا القسم بلدي بقاو كيجريو علينا كان مشيو كيجريو علينا. اش عادير لهم ديك بيدونا؟ حاشاكم كيدير شي حاجه في بلاستيكه. مره عندها الصاله ديالها مفرشه معدله كيف هو تفص منها الماء بقرارو كل شيء. رحنا مكرفصين ومعدبين. رحنا واش ماشي مواطنين؟ الا كنا ماشي مواطنين ديونا شي متعه اخرى. رحنا مواطنين حتى حنا كنطلبوا الحقوق ديالنا. حنا كنسكنوا في الحومه صدام الزنقه 55 بني ورياغل 3. حنا هادي 14 عام ولا اكثر وحنا كن هاد 14 عام ولا اكثر وحنا كنمشيو. ما خلينا عماله ما خلينا ولايه ما خلينا في مشينا في ما مشينا كيسدوا لنا البيبان في وجهنا. ما عدناش الواد الحر ما عدناش الماء سبيلات ما بقاوش. حنايا كنطلبوا الناس عينا الناس كنطلبهم كيعطيونا بيدونا. كاين 11 خلق 10 ديال الناس في الدار. اش عادير لهم ديك بيدونا؟ حنا عندنا ولادنا كاين اللي عنده 24 عام. حاشاكم كيدير شي حاجه في بلاستيكه. واش باقي شي حد؟ وحنا في طنجه العليا حنا ما جيناش في شي موضع اللي مجوره فهمتي. رحنا مكرفصن حنا كنعانيو بزاف بزاف كنعانيو وتكرفصنا مكرفصن ولادنا مكرفصن حنايا. لا ما لا ضو الناس هادو اللي كيهود عليهم الماء كيهود عليهم في الديور داخل كيدفزوا معانا كيغوتوا علينا كيعيو ويصبروا. مرة عندها الصالة ديالها مفرشة معدلة كيف هو تفص منها الماء بقرارو كل شيء. الحومة الدبان كل شيء مكرفص مكرفصين. العواول الصغار كيمرضوا لنا بالحساسية. الناس اللي كبارين مراضين. احنا والدين انا الوالد ديالي انا عندي 64 عام. الوالد ديالي كان كيدعي ومات مشى عند الله هذه عامين ونص. دابا بقيت انا كندعي. الراجل هو مسكين بوردويات مشلل. المراه هي حدايا عاود ما عندهاش الواد الحار عاود جنبي عاود بوها مات بقات العائله كتدعي. الله يرحم والديكم الا شوفوا من الحاله ديالنا. رحنا مكرفصين ومعدبين. رحنا واش ماشي مواطنين؟ الا كنا ماشي مواطنين ديونا شي متعه اخرى. رحنا مواطنين حتى حنا كنطلبوا الحقوق ديالنا. المسؤولين كيقول لك شي عاد اماندس كتقول لك حنا يعطيونا عاد الطريق غنفتحوا. ما خلينا عند من مشينا الاماندس هاد الصغيره مشينا عند العمده مشينا فاطمه بالحسين مشينا عند العمده. ما خلينا حتى موطه مشينا عند القايد. كيقولوا لنا واخا حنا خارجين كتخرج اللجنه كيقول لك انتم الزنقه ديالكم معكسه ما عندها حتى شي حل. عمر هاد الشيء ما كاينه. ما كاينش الموطه اللي ما عندها شي حل. اي حاجه عندها الحل. كتجي اللجنه اللي هنا كتعرف شي اربعه مرات ولا خمسه كنمشيو عند القياد اربعه القياد ولا خمسه اللي دازوا كلشي كيقول لك واخا كيتبدل القايد كيجي قايد كيقول لك انا عاد عند معاكم. حنا مكرفصين زعما معنى الكلمه. لا حنا ولا وليداتنا ولا عائلتنا ولا الناس اللي مراطين ولا اللي صحاحين. الله يجازيكم بخير. الله يرحم والديكم الا ما اجوا شوفوا المنظر ديالنا. رحنا القسم بلدي بقاو كيجريو علينا كنمشيو كيجريو علينا عينا ما نمشيو. قالت نفضنا نمشيو لعند العمده. فهمتيني رحنا تكرفصنا. العمده عمرهم ما خلونا على الكتيبات ديالو كيقول لك مشيو هما عايشين وما كيجيوش. الله يجازيكم بخير. رحنا تنعانيو من واد الحر ومن الماء. رحنا معدبن محنن كرفصن انا معدول ترخرج عاف النيكا ما تنقدرش. عندي ثلاثه اربعه الوليدات رجال تيحشموا
راهم تيرفدوا الراس تيجول كيهربوا من الدار ولينا تيزبل فينا ما تيقصروناش وما تيخليوناش. هاد الناس هادو مالهم معانا؟ رحنا شعب واحد أمة وحدة. هاد الشعب من تنعانيو من 2004 وحنا تنعانيو ما خلينا في مشينا. راه 100 شكاية عند العمدة عند الوالي عند العامل عند القايد. تمشيو لعند القايد تجري علينا تيقول لك سيروا بحالكم نتوما مجهولا. ولكن نحن مجهولا سيدي يديونا شي بلاد اللي نعيشوا فيها ولا يديونا شي حفره ويطيحونا فيها حنا ولادنا. على هاد الامه كلها عندها الويدان عندها كل شيء الا حنا اربع الناس كل دار فيها سته سبعه. الله يجازيكم بخير الله يرحم الوالدين ديالكم. شنو حنا المسؤولين لنطلبهم يدوزوا لنا الواد ديالنا بحالنا بحال الناس. رحنا في وسط المدينه العليا حنا معادين حومه معادينها وتيصبروا معانا. حنا في الخطر حنا في الخطر كل شيء مريض. انا مهدبه بري بعد انا كل شيء مريض. الما كامل كيعاود لي في الدار ديالي. الله يجازيكم بخير. عاش الملك عاش محمد السادس. وانتم المسؤولين لكن انتم تسمعوا عملوا لنا شي حل. الله يرحم لكم الوالدين الله يجازيكم بخير في هاد العواشر. الما ديال الواد الحار كيهود عليا ديال هاد الناس كامل كيهود لي تحت الاساس ديال الدار ديالي كيهود لي تحت الاساس كيهود لي في الصاله ديالي. المهم نهار اللي جاو طلقوا الماء لهاد السيد هذا راهم حاضرين وراهم مسجلين دخل لي الماء تهز لي الزربيه وهز لي المطارب راهم شافوا كل شيء شافوا ومسجل عندهم داك الشيء هذا. انا رانا في الخاطر الدار ديالي عتريبلي دابا الله يرحم الوالدين شوفوا من حالتنا وعدلوا معنا شي حل الله يجازيكم بخير. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.